السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام حضراتكم بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل مع حضراتكم الكفتة المشوية او كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة. في الطبق قدام حضراتكم حاطة كيلو من اللحمة المفرومة، فرماها مرتين يعني فرم ناعم، ومعاها 200 جرام من اللي هي الضاني، اللي هي الدهن الضاني، وكمان معايا حزمة من البقدونس. زي ما حضراتكم شايفين انا واخدة الظهر بتاعها بس مش واخدة العروق. والبهارات عبارة عن 3 معالق كبار من النشا، معلقة ونص من الملح، معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من جوزة الطيب، ومعلقه الا ربع من البيكنج باودر. هنزل بكل المكونات دي على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده هاجي بقى على البصل. بصوا كده البصل انا عاملاه ازاي. البصل انا فرماه فرم ناعم جدا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. ببدأ بعد كده اصفيه بالمصفى كده قدام حضراتكم، انا مش عايزة فيه مية خالص بالشكل ده. دول 3 بصلات كبار، والجزء اللي هصفيه هنزل بيه على طول على اللحمة. هعمل كمية البصل كلها بالشكل ده وارجع لحضراتكم. هقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا بالشكل ده. انا بالنسبة ليا هعمله في الكبة، لكن لو حضراتكم ما عندكوش كبة يبقى هنفرم البقدونس مع البصل في الكبة، في كبة البصل يعني، وهعجنه كويس جدا الكلام ده كله بايديا لمدة ما تقلش عن 10 دقايق. ان شاء الله هيديني نتيجة روعة باذن الله. لكن انا ان شاء الله هحط دلوقتي قدام حضراتكم في الكبة بتاعت اللحمة وهضربه كويس جدا لحد ما يديني خليط ناعم ومتماسك. اهم حاجة بس اتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعضها كويس جدا بالشكل ده. مش قادر اقول لحضرتكم الريحة من قبل لسه ما اعملها او احطها في الفرن، الريحة هنا تجنن. حط بقى دي كده شويه على جنب، احط بقى الكلام ده كله في الكبه بالشكل ده. قول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده جزء جزء زي ما قلت لحضراتكم، هضربها كويس جدا لحد ما تديني خليط ناعم متماسك. هضربها ان شاء الله وارجع لكم تاني. ده شكل الكفته قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما هي كده. هوديها على التلاجة لمدة ساعة ترتاح، وبعد كده ان شاء الله نصبحها مع بعض. هنسمي بسم الله ونصبع الكفتة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مية البصل قدام حضراتكم، انا حاطة فيها معلقة من الصلصة اللي هي بيوري الصلصة، اللي هي الصلصة الخام. طب لو ما عنديش يبقى طماطمية واعملها في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبل ايدي بالشكل ده بل خفيف، وهاجي جايبة كده عجينة من الكفتة. بسم الله. طبعا الحجم يرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. صبحها الاول كده شويه، كل 2 خله مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، وادخلها كده جواها وابدا بقى كده ايه اصبحها بالشكل ده. اهم حاجه اقفل من هنا ومن هنا. وبين صوابعي السبابه والابهام واعمل كده عشان تديني الشكل اللي انا بشتريه من بره. جنب اخواتها وهحطها. خلصت الكميه كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدا انزل في القارب بسم الله الرحمن الرحيم بكوبايه من الميه من الحنفيه عادي خالص. فرني خلاص سخنته على الرف اللي تحت، هولع من تحت مش هولع الشوايه، وعلى اعلى نار عندنا هبدا اسوي الكفته تستوي ان شاء الله واوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده استوت الكفته، مش قادر اقول لكم ريحتها قلب الدنيا كلها. ادي اللي عملتها قدام حضراتكم، ودي عملتها برده على الخله، ولكن طلعتها من الخله وحطيتها في الصينيه وبدون اي ميه بدون اي شيء، حطيتها مع الصينيه دي. اللي يعجب حضراتكم اعملوه، عايزين ده اعملوه، عايزين ده اعملوه. تعالوا شوفوا كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده معايا
بصوا تحفة، بصوا جمال، ايه رأيكم؟ طعمها يجنن، مش مكتومة ازاي وهشة ازاي، وزي ما هي ما قلتش ولا خست. طب تعالوا نشوف دي كمان، ناخد كده اي واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا الجمال، ايه رأيكم؟ يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول اعجابكم. شكرا ليكم، اسما فود.